حاليا النقاش احتدم حول موضوع ديال تعاقد رجاء مع بعض المهاجمين من الجزائر الشقيقة، وهذا التعاقد فتح المجال للبعض باش يقحم الرياضة في السياسة. كيقول لك سيدي علاش رئيس ديال الرجاء كيمشي يتعاقد مع لاعبين من الجزائر وعلاقات الجزائرية المغربية ماشي على ما يرام؟ هذا نقاش بطبيعة الحال في نظري خاطئ، ونقاش مزيف، ونقاش مغلوط. فإلى رجعنا للتاريخ كنلقى واحد مجموعة ديال اللعابة ديال الجزائريين يلعبوا في المغرب من بعد الحادث ديال المسيرة والحرب الباردة اللي كانت بين المغرب والجزائر. أنا أعطيها بعض النماذج. كاين شريف الوزاني نجم المنتخب الجزائري، لعب مع الرجاء بين 93 و 95 رغم الحساسات السياسية آنذاك. كاين المدرب كان أعتقد اللي كان درب الرجاء مزيان إغيل اللي قاد الفريق الأخضر. كاين أمثلة كثيرة بزاف. كاين رابح سعدان اللي توج بالكأس الإفريقية الأولى مع الرجاء في 89 واللي تلعب في الجزائر، وكانت الصفير وكان السب والقذف حق المدرب رابح سعدان. كاين الحارس مرمى ديال الجزائر المنتخب نصر الدين دريد، تا هو لعب مع الرجاء موسم 88 89. وحاليا راه كاين الحارس الجزائري مربح غاية ولا يحط طويله، فما خصناش. وكاين عاوتاني في الجهه الاخرى كاين الزاكي درب في الجزائر، الطوسي درب في الجزائر، وربما كاين اسماء اخرى من خارج المغرب، فرنسا مثلا، المغاربه اللي سبق لهم لعبوا في الجزائر. فمن من نحاولوش نشوشوا على فريق الرجاء، من حق فريق الرجاء باش يدير تعاقدات مع ايا كان، سواء من الجزائر او تونس او ليبيا او افريقيا او غيره. هذه الرياضه، هذه الرياضه راهي اخلاق، والرياضه هي دارت وسيله للتواصل بين الدول وبين الشعوب، ودارت من اجل تمتين وترسيخ الروابط بين الدول. ما خصناش نقحموا الرياضه في السياسه. الانديه من حقها تختار اللاعبين من اي بلد املا بالنسبه لها في تحقيق نتائج ايجابيه، معنى تحقيق البطوله او نتائج من خلال المشاركه الخارجيه. اذا الرياضه بطبيعه الحال ما خصناش ندخلوها في السياسه. اللي بغى يدير سياسه يمشي للاحزاب، والرياضه مع الاسف كاين اللي كيتاخذها كقنطره لتحقيق اغراض سياسيه. اقول الرياضه راه كتقوم على اسس ديال المحبه والاخاء وتمتين الروابط بين الشعوب. هذاك الفشل ديال السياسه في تقريب الشعوب راه حقاته الرياضه بطبيعه الحال. والرياضه ما توجدت الا من اجل التضامن بين الشعوب مع بعضها، والاهداف ديالها نبيله. فكفى من اقحام السياسه في الرياضه، وخليوا الرجاء تاتت البيت ديالها وتلم الشمل ديالها، ولو بطبيعه الحال ان سميتو الانتقادات كتوجه لها كونها كتنتدب وكتعاقد مع لاعبين جزائريين.